السلام عليكم وصبحكم الله بالخير. شلونكم؟ عساكم طيبين. عبد العزيز المصباح، الفنان الشاب الرائع المبدع عبد العزيز المصباح، انت بغنيتك الأخيرة انشودة الأوطان خليتني ألف راسي كذي لفة دائرية 360 درجة لما سمعتك تصدح في هذه الأغنية. أنا أقول إن هذه الأغنية هي راح أعتبرها البداية لك، أتزعل راح أقول لك ليش. أولا أنا تشرفت إني درستك في يوم من الأيام، تعاملت مع إنسان فعلا إنسان، والله يجزي والدينك ويجزيهم الجنة على هالتربية، هدوء، أخلاق عالية، أدب، شطارة، راكز، سنع، هادي، ما تتحكى لما حد يحاكيك وترد عليه باختصار. ما شاء الله انت متميز بالدفعة، وبديت وانت صغير، وهذا جاي ونابع من بيئتك الفنية، يعني عمك الله يحفظه الفنان المبدع محمد المصباح غني عن التعريف، انت خذيت منه شوية وطفت، تميزت بشخصيتك الخاصة، اشتغلت على نفسك يا عبد العزيز، وانا متابعتك اطالعك من بعيد، لكن في هذه الاغنية واضح نتيجة تدريبك، مثابرتك، اخلاصك، مداحرتك، اثبت شيء. صوتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله في هذه الأغنية بالذات وضح، وضحت شخصيته، إمكانياتك، قدراتك الصوتية، طاقتك الصوتية، الديناميكية في الصوت، الجمالية في الصوت، عرفت شلون تستخدم حنجرتك. فهذه الأغنية صراحة أرفع لك فيها القبعة يا أستاذنا، اللي إن شاء الله يا ربي أنت تقول لي هذه الأغنية شهدت من مليون شخص، أنا أقول لك إن شاء الله توصل للتريليون، وهذا إن شاء الله بإخلاصك ومثابرتك وجهدك، أنا أرفع لك القبعة يا أستاذنا الشاب المبدع الفنان الكويتي اللي أفتخر فيه عبد العزيز المصباح، من هالأعلى ومبروك.